ثم جعلناكم أيها الناس، ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون. يا الله، يعني احنا دلوقتي موجودين على الأرض، كان قبل منا أجيال وأجيال وأجيال، مش هذا مصر دي كان فيها الفراعنة؟ أين ذهبوا؟ وقبل الفراعنة كان في هناك عوالم وشعوب وأجيال، الناس دول أين ذهبوا؟ وبعد أن انقشع الفراعنة أتى بعدهم أجيال وأجيال، فينيقيين وإغريقيين ورومان، الناس دول كلهم راحوا فين؟ بادوا وهلكوا، بادوا وهلكوا. ثم أوجدنا ربنا عز وجل الآن، ثم جعلناكم خلائف في الأرض. والموضع ده من المواضع النادرة في القرآن تجد الصوتين ورا بعض، ثم جعلناكم خلائف في الأرض، خلائف في الأرض من بعدهم، عشان إيه؟ لننظر كيف تعملون. وهذا كقول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح: إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها، فناظر كيف تعملون. سبحان الله، يبقى ربنا سبحانه وتعالى أوجدنا وأعطانا، أعطانا صحة، أعطانا مال، أعطينا عمر، حتى ينظر ماذا نصنع في أيامنا وأعمالنا، في أبداننا، في أموالنا، في علمنا، في أنفسنا، في أهلنا، في إخواننا، لننظر كيف تعملون. فكل إنسان لابد أن يتقي الله، وأن يعلم أن الله تعالى مراقبه وناظر ماذا يصنع، وإذا أتى بشيء فلابد أن يرجع إلى الله تعالى سريعا، فإن التائب من الذنب كمن لا ذنب له. حاول أن تصحح من نفسك، وإياك أن تغضب ربك، واعلم أن أساس وجودك سعيدا عندما يكون ربك عز وجل راض عنك، فإياك أن يسخط الله تعالى عليك، إياك.